الساعات القادمة يعني بنتابع مع حضراتكم كل التطورات لحظة بلحظة. خلونا دلوقتي نروح للأوضاع المحلية المصرية وقصة الأسعار. الأسعار الأيام اللي فاتت دي ابتدت تنخفض انخفاض ملحوظ. الناس اللي بتنزل بقى تشتري احتياجات البيت بتلاقي انه لا في فرق في الاسعار. شركات المجمعات الاستهلاكيه كمان التابعه لوزاره التموين اعلنت عن استمرار فتح المنافذ تزامنا مع اعياد شم النسيم، والهدف هو توفير السلع الغذائيه للمواطنين بعد تراجع اسعارها في الاسواق، بالاضافه لتكثيف الحملات الرقابيه. والدور الرقابي هنا مهم جدا علشان ضمان استقرار الاسعار في الاسواق. الحملات الرقابيه دي كمان بتتاكد من جوده المنتجات مش بس استقرار الاسعار. تفاصيل اكتر معايا على التليفون الاستاذ احمد جابر عضو اتحاد الغرف التجارية. صباح الخير يا أستاذ أحمد، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. الموضوع الأهم والشغل الشاغل للمصريين استقرار الأسعار، انخفضت بنسب قد إيه وإزاي بيتم المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق؟ هو الأسعار بتنزل يوم عن يوم، يعني زي ما كنا احنا برضه عاملين مداخلة مع حضرتك يمكن الشهر اللي فات، كنا بنتكلم إن كان في نسبة حوالي 26%، لا الأسعار زادت أكثر، الأسعار نزلت أقل من 26% دلوقتي. يعني إحنا على سبيل المثال لو بنتكلم مثلا على الزيت، من اللتر من 100 جنيه نزل 60، فده بنتكلم في حوالي 40% نسبة التخفيض بتاعته. ونقيس على كده بمنتجات كتير بتبدأ تنزل، وزي ما متابعين الخبز والمنتجات اللي معتمدة على الدقيق نزلت، وفي انخفاض بيتم بشكل يومي يمكن، وفي متابعه مستمره من مجلس الوزراء ومن دوله رئيس مجلس الوزراء لاستقرار الاسعار وانخفاضها، وبيتم الانخفاض بشكل طب وفي المجمعات الاستهلاكيه التابعه لوزاره التموين بيتم طرح السلع الاساسيه بتخفيضات قد ايه عن مثيلتها في الاسواق الثانيه؟ يعني على سبيل المثال يا فندم السكر، بس ده بيتكلم احنا بنتكلم على القرارات التموينيه اللي بياخدها المواطن اللي بيستحق الدعم. فمثلا بنتكلم على السكر ب 12 جنيه و60 قرش اللي بيتصرف على البطاقه التموينيه، واخد بال حضرتك ازاي؟ ده على سبيل المثال، بس طبعا كل فرد على البطاقه هو له 50 جنيه دعم من حقه انه ياخد بيه اي منتج هو عايزه، انما الاسعار اللي هو بيتحاسب عليها السكر مثلا ب 2 جنيه ب 12 جنيه و60 قرش، بقيت اسعار مثلا على سبيل المثال الزيت ب 30 جنيه، المكرونه ب 7 جنيه 75 قرش، دي الحاجات الرئيسيه اللي بتتصرف على المقررات التموينيه اللي موجوده يعني في الـ في الـ في الـ للشخص اللي هو معاه بطاقه تموينيه او مستحق الدعم. فطبعا ده عن السعر الحر طيب. بتاع السكر اللي هو 27 جنيه، يعني يعتبر فيه خصم 50%. يعني طيب استاذ احمد، الحملات الرقابيه دورها مهم جدا جدا خلال الفتره دي، خاصه بعد فتره من تذبذب في الاسعار واختلاف الاسعار من تاجر لاخر، والناس دايما بتقول لا الرقابه على الاسواق هي الضمان علشان تفضل الاسعار مستقره. ايه الدور اللي بتقوم بيه الحملات الرقابيه، وازاي بتتاكد انه المنتجات المطروحه دي بجوده عاليه مش منتجات مثلا فاسده او اتخزنت لفتره فالتاجر بيطرحها باسعار اقل وما الى ذلك؟ الرقابة بتنقسم لجزئين، طبعا في الجهات الرقابية اللي موجودة التابعة للدولة، وفي الرقابة الذاتية اللي احنا بنحس المواطنين عليها. يعني حضرتك زي ما قلنا ان احنا الغرف التجارية واتحاد الغرف بيتلقى اي في اي لحظة اي شكاوي من المواطنين عن استغلال بعض التجار، وبيتم التعامل مع الموضوع ده بشكل فوري من خلال اجهزه التي لها حق الرقابه. حق الرقابه موجود لاجهزه كثير في الدوله، زي وزاره التموين، زي جهاز حمايه المستهلك، زي مجلس الوزراء بنفسه من خلال مركز المعلومات اللي عم يتخذ القرار بيتم تطوير الشكاوي دي. فطبعا وغير طبعا المحافظات، يعني برضه مش عايزين ننكر ان دور المحافظات ان في حملات بتنزل من المحافظات المختلفة للرقابة على الأسواق.
والرقابة الذاتية اللي حضرتك أشرت إليها كمان يا أستاذ أحمد دور مهم، دور دي مهمة مجتمعي جدا مهم لينا جدا جميعا، جدا. إن احنا نتواصل كمان مع الأجهزة المسؤولة، جهاز حماية المستهلك، نبلغ لو شفنا أي تجاوز من التجار، علشان دي مسؤولية علينا كلنا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد جابر، عضو اتحاد الغرف التجارية. الأيام اللي فاتت دي يعني كان في نجاح ساحق لأغنية للأطفال انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.